اليوم الفري ايه علاقته بقى بالنظام الدايت اصلا، وهل ينفع وشكله ايه؟ وفي ناس تبقى اصلا عامله حسابها على اليوم مستنيه وعامله افراح ان اليوم الفري جه. مفهوم انقاص الوزن الصحي مش مفروض يبقى فيه الحرمان اللي يخليني بستنى اليوم الفري ده او الوجبه الفري ده بفارغ الصبر، لانه مفروض يبقى اكل لطيف متوازن بيدخل اغلب الاكل بمعنى اغلب الاكل اللي انا باكله في ظروفي الطبيعيه، لانه اصلا مفهوم انقاص الوزن مش مبني على الحرمان، بالعكس ما هو مفهوم مبني على انا ادراك انا تخنت ليه وتشخيص سبب زياده وزني وتصليحه اللي هو اسمه تغيير نمط الحياه، فهو مش مبني على الحرمان، بالعكس ده ممكن بعض الناس تتخيل انها بتاكل اكتر، وده ناس كتير بتقول لي كده انها بتاكل اكتر في الرجيم اللي انا بديه او الوجبات اللي بديها عن ما هي متعوده او اللي هي متعوده او متخيل انها بتاخده. طيب يبقى احنا مفهوم انقاص الوزن معتمد بنسبه 70% على نظام غذائي متوازن وساعات اكل او مواعيد اكل منظمه واكل متوازن فيه بروتين ودهون كويسه ورياضه بنسبه 30%. نيجي بقى لموضوع اليوم الفري والوجبه الفري. هو اولا مفيش حاجه اسمها يوم فري لان ده ممكن يعك الدنيا رسمي. اللي ممكن يبقى افضل ان احنا نقول وجبه بيسموها بالانجليزي حتى شيت ميل، هي وجبه يعني كاننا بنسرقها او وجبه حره. لو انا باكل اكل بنسب بروتين ودهون ونشويات مظبوطه يبقى انا مش هحتاج اوصل لدرجه الحرمان دي، ولان انا بتعلم اميز الشبع من الجوع. في فرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي، فبرضه ده محتاجين نميزه عشان ما اوصلش لدرجه الحرمان الرهيبه دي. طيب نيجي بقى للناس يقول لك انا خسيت بقى اديني وجبه حره وسيبني اكل اللي انا عاوزه. هو فعلا لو سيبنا الناس تاكل اللي هي عاوزه وهي مش منضبطه بمعنى انها مش فاهمه النظام كويس ممكن تعك الدنيا واللي خسيته ترجعه. يعني نسبة فقداني للدهون كانت ضعيفة وعملت الابروتش ده بتاع الوجبة الفري او اليوم الفري، خلايا الدهنية بتاعتي هتبقى شرهة جدا، يعني اليوم ده تأثيره هيبقى اكثر سلبية عليا وممكن يخرب الدنيا. انما لو مجرد انها كشت شوية بسبب ان انا حاولت اجوعها شوية، اول ما هتشم شوية سكر وشوية دهون هتتنفش بسرعة، فيبان اكني شميت الاكل تخنت. ودي مشكله بتقع في ناس كتير قوي بتلخبطهم تقول ايه ده، هو جسمي باظ، هو حرقي باظ، هو الموضوع مش كده. هو الموضوع ان النظام اصلا اللي انا كنت ماشي عليه ما كانش مبني صح، فبالتالي وصلني لحاله حرمان وجوع رهيبه جدا وخلاني مش بخس دهون، بخس ميه وعضل، ففي الاخر خلايا الدهنيه بتاعتي شرهه جدا، والجسم كمان بيدخل في تكنيك ان هو ها بقى انت بتضحك عليا انا هلخبطك شويه. فالموضوع لازم يتفهم كويس قوي انها بتبقى وجبه لطيفه مش يوم فري، وجبه لطيفه بنحسبها في نظام سعراتك وبندخلها باليوم ده بيعلى شويه بس بنعوضه ببقيه الايام بحيث الاسبوع يظبط وتكمل تخس زي ما انت عاوز.